ما زال الاستجواب قائم، وهناك ترتيبات أخرى، والتراجع عن رفع الدعومات هذا شيء طيب، وترتيباتنا القادمة إن شاء الله سنطرحها بالأيام القادمة، وسيكون الاستجواب قائم إلى أن تقوم الحكومة بتعديلات واضحة وجذرية، ويقوم الوزير أيضا بالإصلاحات المطلوبة من أعضاء مجلس الأمة، يكون هناك لكل حادث حديث، ولكن ما زال الاستجواب قائم.